بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات ردا على قصيدة مهنا أبو الرداد الشمري، أقول فيها: يرى تبلل المواعر يهيمي مدبلا ما يهمها طعوس ووعار، الجيم والسين وبالوسط ميمي جمسا نصندق وريح مع القار، من عندنا شغل خلف البريمي من عند عودها معنيه مشوار، يلفي لأبو مازن رجل حشيمي الشمري اللي طيبه سر وجهار، الطيب عن شمر معروف قديم ضعيفة ومكرم من كبار تجار، منهم الجربة عبد الكريم يلقب أبو خوذه من عطي الأبكار، وصفوق الجربة شجاع عديم يشهد له التاريخ بطلا ومغوار، ويوم خوي الشلقان معهم قصيمي شالوه على المتان من دار لديار، حشا ما يلحق الشمر ذميمي أفعاله كم تسمع بها كل الأقطار، واليوم عسى الأمن علينا يديمي ألم نعمه من والي الأقدار، تنام مرتاح ما من خصيمي في ظل سلمان الوايلي نسل الأحرار، والقاف في بدعه ماني غشيمي وياما وياما بدعنا من جزل الأشعار، جاك مرد القاف يا الحر الصريمي وانت بعد الشمري للشعر بيطار، ودي اشرح لك مارب الجو غيمي الناس انفتح اذانها الدور اخبار، وختمت قاف بادعه من الصميمي يهدى المهمنا وختمت قاف بادعه من الصميمي يهدى المهنا الشمري ابن الاخيار. عودة ابن عطيش العنزي.